لمزيد من التفاصيل حول الوتيرة المتصاعدة للتظاهرات في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من هناك ناشطة في التظاهرات سيدة ناهد أحمد. أهلا بك سيدتي. أهلا بكم. أهلا قناة الرافدين. سيدة ناهد، ما الرسائل التي أراد المتظاهرون إرسالها من خلال تواجدهم في جسر الجمهورية؟ بالضبط، الرسالة مالتهم هذه مجرد مقدمة، خلي يعرفون حكومة الخضراء هذه مجرد مقدمة، هم يوصلون للخضراء ومستعدين ومحضرين الدروع مالتهم وراح يقول للخضراء وراح يقرون البيان ويجون، هو هذا التخطيط مالتهم طبعا، وهاي رساله لهم. بعدها اللي حد الان هاي مجرد مقدمه، الجد لسه ما وصل. نعم. اليوم ان شاء الله ننفذ مخططنا ونوصل للخضراء، كل الشباب عازمين ويستعدون ومحضرين كل العده والعدد. من المحافظات ايضا تتواصل علينا، هذه من المعلومه اليك. سيدة ناهد، الى اي مدى ساهم تجاهل مطالب المتظاهرين، ساهم في زياده وتيره التظاهرات في الايام الاخيره بعد انسحاب طوعي من قبل المتظاهرين بسبب فيروس كورونا في الايام الماضيه؟ طبعا بالايام الماضيه يعني تعرفين يعني فيروس كورونا هذا يعني خارج نطاقها، هو ما سيسوها طبعا، وهذا موضوع يرد له بحث اخر سيسوها، لكن مع ذلك احنا احترمنا وضع جائحه كورونا، بس احنا هذا مستعدين وما تهمنا. وليش زادت الوتيره مالت المتظاهرين ونقمتهم علينا ايضا، هم ناقمين طبعا، انا دخلت للساحه وهم يضربون بالمتظاهرين بالهذا المصيادة اليدويه شفتها بالذات. احنا ليش نزيد الوتيره؟ هو يطلع الكاظمي وهم المسؤولين يتكلمون شيء، يصرحون شيء، وافعالهم شيء اخر، يعني هم يريدون يحترمون اراده المتظاهرين، ولحد الان الميليشيات واقفه تقتل، يعني على اي اساس احنا نتراجع؟ شلون نزيد الوتيره؟ مو لازم يعرفون تصرفهم، هم بوادي واحنا بوادي. يعني دم الشهداء وينه؟ زين احنا من قلنا لهم تعالوا حاسبوا القتله، لحد الان ما جابوهم بالطاري، هذا القتله مات المتظاهرين، وبالذات واحد من عندهم هذا اخر مره ابو القميص الاحمر التيشيرت الاحمر بالاسم وبالصوره، نعطيناهم اياه، ليش جابوه بالطاري؟ ليش تحرك القضاء؟ ليش احد من عندهم صرح فد شيء؟ يجي استدعاء ولو استدعاء؟ يعني شنو هذا الاستهتار برأي المتظاهرين؟ ليش هذا؟ لا احنا نزيدها للوتيره، هم خلي يعرفون هاي هي. بعد ما لهم كل ما عندنا كل رجعه، ما نتراجع ابدا ومستمرين. سيدة ناهد، استخدام الحكومة الجديدة التي يرأسها مصطفى الكاظمي، استخدامها لنفس الأدوات السابقة التي استخدمتها الحكومات السابقة، إلى أي مدى يؤكد ذلك على ضرورة تغيير النظام ككل وليس الوجوه والأسماء السياسية؟ بخبط شوية ايدي لانه ضوضاء شوية ايدي في الوقت. كنت اسألك عن حكومة الكاظمي التي اعتمدت على نفس مبدأ المحاصصة واعاد التدوير نفس الوجوه. طبعا ما تزال ما يقدرون، هو شوف لازم تعرفين، يعني احنا من نقول لهم جيبوا قتلة المتظاهرين، هم مدى يظهرون قتلة المتظاهرين ولا بحد. هي شنو معناته؟ هم لا يستطيعون، هم مكذبون. هذه الشله التي تحكمنا هذه عباره عن ناس ديون وما عندهم عبيد، ما لهم كل اراده، معدومين الاراده، مكسوبين الاراده، وجايبين وياهم اجندات خارجيه. اصلا القرار العراقي كل القرارات اللي اتخذوها كل سياديه ما عليها. علي من؟ تركيا تفرض علينا اجندتها، وايران تفرض علينا اجندتها، امريكا تفرض علينا اجندتها، وين القرار؟
القرار مبحر ويتشتت. ما عندي سياديه بالقرار. نعم سيدة ناهد، شاهدنا قبل قليل مقاطع لمتظاهرين يكتبون وصية ما قبل الاستشهاد لأهاليهم، كيف تفسر مثل هذه العزيمة والإصرار على مواصلة الحراك الشعبي رغم كل التحديات الأمنية التي يواجهها المتظاهرون؟ والله أنا ما فهمت بالضبط، بس يعني بعض المتظاهرين كانوا يكتبوا وصاياهم قبل الاستشهاد. طبعا كتبوا وصياتهم قبل اليوم البارحه بالليل الفاتت كتبوا وصاياهم. وهذا دليل على اصرارهم ودليل على نكران ذاتهم ودليل على انهم خلي ينتبهون حكومه الخضراء. شو تريدون انتم؟ اصلا الشباب مصرين على اقتلاع هذا النظام من جذوره. شكرا. هذا القرار الاخير. شكرا جزيلا لك ناشطه في تظاهرات ناهد احمد، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.